أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم احتراف الرياضيات، والنهاردة الحلقة الثالثة وهنبدأ في علم الجبر. معنا أول حلقة في علم الجبر، نبدأ بكسيرات الحدود. لو أنا عندي A زائد B زائد C ده كله جوه الكوس مضروب في X، طبعا بوزع X على الكوس كله، يبقى أول X في A، X في B، X في C، مع الاحتفاظ بالإشارات هنا زي ما هي. لو عنده قوسين وعايز أضربهم في بعض، فبقول A في القوس كاملة زائد B في القوس التاني كاملة، وبفك أقول A في M زائد A في N زائد البي في العنصر الأول والبي في العنصر التاني وهكذا. لو عندي هنا مجموعة من العناصر مجموعة مقسومة على عدد X، فبقسم الأول على X زائد التاني على X زائد التالت على X. الكلام ده لما يبقى المقام عنصر واحد فقط. هروح للقصور عندنا هنا، لما يبقى عندي A على B موجب أو ناقص C على D. عشان أجمع وأطرح القصور عندي بعمل إيه؟ أول حاجة بوحد مقام، يبقى بضرب الاتنين في بعض B في D. برجع تاني بقول المقام اللي أنا وحدته ده اللي هو B دي بقسمه على B، يفضل إيه؟ يفضل D عندي، يبقى D تضرب في A يبقى A D. هنا لو زاد بحط زاد، لو ناقص بحط ناقص. أرجع تاني أروح للمقام، يبقى المقام على D هيفضل عندي بي، اضربها في سي يطلع هنا سي بي. لو عندي قصور هنا مضروبين في بعض، بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. لو عندي اي على بي الى سي على دي، الى دي معناها على، يبقى اي على بي على سي على دي، يبقى هنا البسط هنا ده كله ده البسط وده المقام. في علاقه بتقول لك او في حاجه بتقول لك ان مقام المقام يطلع بسط، هنا ده العلامه دي بتقول لك ان ده مقام، والدي مقام للسي في نفس الوقت، ده كله مقام للبسط اللي فوق، يبقى دي هي مقام المقام، فمقام المقام يطلع بسط، يبقى دي تطلع في البسط فوق خالص. هنا عندنا البي فوق هي مقام البسط، مقام البسط ينزل تحت في المقام، ينزل في المقام يعني يتضرب في سي زي ما انتم شايفين كده. لو عندي A بي على سي، ودي اللي كنا بناخدها في ابتدائي طبعا، يبقى زي مثلا اقول ايه 1 3/4، دي عايز احولها لقصور مين؟ زي ما احنا شايفين اللي هي A على B. اعمل ايه؟ اول حاجه اخلي سي زي ما هي في المقام، اجي كده اقول C في A زائد B، يبقى اضرب C في A زائد B. هناخد مثال 1 3/4، طبعا هقول 4 في المقام زي ما هي، 4 في 1 زائد 3 يطلع 7. طبعا دي لما كنا في ابتدائي عشان نتعلمها يقول لك هنا المقام كام؟ 4، يبقى انا اعمل دايره واقسمها 4. اجي فوق هنا عندي كام دايره؟ واحده، يبقى في دايره واحده متقسمه 4 كامل. طيب الدايره الثانيه هقسمها 4 برضه، بس هاخد كام منها؟ هاخد منها 3 فقط، 3 تقسيمات منها، يبقى 1 2 3. طب الرابع ده مش تبعنا، تعد دول تلقاهم بالتقسيمات طبعا 7 على 4. هروح هنا للمفكوك، لو انا عندي A بلس وماينس B لكل تربيع عايز افكها، الاحتفاظ بالإشارة لو كانت موجبة المعادلة تطلع فيها موجب، لو كانت سلبة يبقى المعادلة فيها السالب. هقول A تربيع ده الحد الأول، B تربيع ده الحد الأخير. أجي الحد في النص أقول 2 AB، ونما الاحتفاظ بنفس الإشارة، يبقى الحد في المنتصف هو نفس الإشارة بتاعت مين؟ العنصر في المنتصف هنا. أقول A بلس وماينس B تكعيب، يبقى أقول إيه؟ A أكعبها والB أكعبها. أجي هنا أبدأ بالأول، لو كان موجب أبدأ موجب، وأقول 3 العنصر الأول أربعه يبقى A تربيع في B. لو عندي هنا قلنا العنصر الأول موجب يبقى زائد 3AB تربيع. طب لو كان سالب، لو كان سالب يبقى العمليه عندي ايه؟ تبقى هنا سلب، وتبقى هنا معايا مين؟ سالب. وما ننساش كمان ان البي تكعيب في الاخر بتبقى بنفس الاشاره، لان لو كانت سلب هتبقى بي تكعيب في قدامها سالب. لو ايه بلس وماينس بي اس 4 يدينا المفكوك اللي قدامك ده. طب لو رحنا ايه زائد بي زائد سي لكل تربيع، الثلاث عناصر مجموعين وهربحهم، يبقى بالترتيب كده اربع العنصر الاول، اربع العنصر الثاني، اربع العنصر الثالث. مش هتهمني الاشاره في التربيعات، لكن هتهمني في الاشارات في الجزء الجاي ده. هقول هنا 2 العنصر الاول في الثاني، 2 العنصر الاول في الثالث زي ما انتم شايفين. بعد كده هروح للعنصر الثاني، ما ارجعش لورا يعني ما اقولش بي في ايه، لا ما انا خدتها في اول مره عشان كده الاثنين دي بتمنع التكرار، يبقى اقول ايه بي في سي واضربها في 2 من بره. طبعا هي كلها موجبه لو الاشارات موجبه. هنا نفس القوس اللي فوق بس مع السي سالب، ففي المعادله دي هتعوض عن سي بسالب، يبقى هنا سي بسالب وسي بسالب تطلع سالبه تحتيه. طب عندي سالب بي وسالب سي، المعادله اللي فوق دي اللي كانت بالموجب عوض بالبي بالسالب، اهي السي بالسالب اهي، عوض بالبي والسي بالسالب تطلع موجب برضه. طب لو عندي مجموع عناصر 3 وهي هكعبه، يبقى المعادله زي ما انتم شايفين قدامكم كده. العلاقه العامه
لأكتر من عنصر كده مجموعين على بعض وعايز أربحهم، أعمل إيه؟ قلنا العنصر الأول بيتربع زائد العنصر الثاني بيتربع وهكذا لغاية العنصر الأخير بيتربع، أقول زائد 2 أفتح قوس العنصر الأول في الثاني زائد العنصر الأول في الثالث وهكذا لغاية العنصر الأول في الآخر، أروح للعنصر الثاني ما أرجعش أقول العنصر الثاني في الأول غلط، أقول العنصر الثاني في الثالث، الثاني في الرابع وهكذا لغايه الحد الاخير، تمام؟ لو قلت A تربيع ناقص B تربيع دي فرق بين مربعين بفكها ازاي؟ A ناقص B A زائد B، باخد جذر الاول احطه هنا، الجذر الثاني احطه هنا، مره بالسالب مره بالموجب. A تكعيب زائد B تكعيب افكها ازاي؟ يبقى اخد الجذر التكعيبي للاول، الجذر التكعيبي للثاني، لو اشاره موجبه يبقى الحد الاول موجب، واخد هنا ده اللي هو يعتبر تربيع الحد ده بس باخده باشاره سلبه، يعني الحد في المنتصف هنا باشاره سلبه. طب بس خلي بالك مفيش 2، مفيش 2، هنا A تكعيب ناقص B تكعيب نفس المعادله زي ما انتم شايفين فوق، بغير بس الاشارات، بدل هنا سالب تبقى موجب، بدل سالب هنا تبقى موجب. A اس 4 زائد B اس 4 طبعا دي بكمل المربع، بعمل اكمال مربع، بضيف 2 A تربيع B تربيع واطرح 2 A تربيع B تربيع، فبالتالي دي هتبقى مفكوكها بالشكل اللي احنا قلناه، يبقى A اس 4 زائد B اس 4 زائد 2 A تربيع B تربيع. طب انت ضفت وطرحت الناحيه الثانيه، الجزء اللي انا طرحته مع القوس ده اللي اتربع هديك المعادله بالشكل دي، اكن فرق بين مربعين اللي هو الشكل اللي فوق ده. طبعا ايه ما تنساش ايه تربيع بي تربيع هنا هتعمل لها مين؟ هتفكها فوق زي القوسين اللي فوق. طب ايه اس 4 ناقص بي اس 4 فرق بين مربعين برضه، يبقى ايه تربيع ده الجذر الاول وبي تربيع ده جذر العنصر الثاني، خلي بالك هنا سالب مره والمره الثانيه موجب. طبعا الايه تربيع ناقص بي تربيع برضه فرق بين مربعين بفكها كده. طب ايه اس 5 زائد بي اس 5 الفكه قدامكم، طب لو ناقص الفكه قدامكم برضه. المعادله العامه لو عندي A اس عدد فردي 2 n زائد 1 ناقص B اس عدد فردي، خلي بالك هنا ممكن تبقى A تكعيب ناقص B تكعيب، A اس 5 ناقص B اس 5، A اس 7 ناقص B اس 7، يدينا المفكوك اللي قدامنا ده زي ما انتم شايفين كده، ده لو انا بعوض بال N. اما المفكوك بالطريقه الثانيه ان انا بستبدل الجزء ده بجزء هنا عباره عن حواصل ضرب بس في داله الكوزين عندي 2 باي، ما تنساش باي هنا ب 180 وهنا باي ب 180 وبجيب لها الكوزين طبعا. اما لو انا عايز مجموع بس هنا يبقى ايه؟ عدد فردي برضه، A اس 3 زائد B اس 3، A اس 5 زائد B اس 5 وهكذا، بيبقى المفكوك قدامنا زي اللي فوق بس مع اختلاف اشارات. طيب بالنسبه للاعداد الزوجيه يعني اقول A تربيع ناقص B تربيع، A اس 4 ناقص B اس 4، طبعا لان هنا اي عدد 1 2 3 4 بتعوض، فدايما طول ما هو اتضرب في 2 يبقى عدد زوجي. الفرق بين مربعين، فرق بين مربعين بتبقى زي ما انتم شايفين المفكوك اللي قدامنا هنا، لو بعوض بداله الكوزين يديك المفكوك اللي تحت. طب هنا مجموع مربعات يعني A تربيع زائد B تربيع، A اس 4 زائد B اس 4، يديك المفكوك اللي قدامك بقى. نروح بعد كده لما اكون رافع حاجه اس باور زي مثلا A اس M، دي عباره عن ايه؟ تكرار A M مره، يبقى تكرار A M مرة، بس التكرار ده لازم يبقى مضروب يعني مضروبين في بعض. لما يبقى عندي A أس M و A أس N الأساس واحد، فبنزل الأساس زي ما هو، أطرح الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت. لو عندي هنا الأساس واحد بس الأولاني مرفوع أس M والتاني مرفوع أس N، يبقى نفس الأساس بجمع مين؟ الأسس. يبقى إذا كانت الأساسات واحدة في القسمة بطرح، في الضرب بجمع. عندي A في B أس M بوزع الأس هنا على الأساسات. لو عندي A أس M الكل أس N بعمل إيه؟ يبقى الأساس ينزل زي ما هو، بضرب هنا الأسس لأن دي أس M أس N فبضربهم في بعض. لو عندي A أس 1 على N، 1 على N دي معناها الجذر، يبقى جذر A بس الجذر النوني، الجذر النوني، يبقى ممكن أمثلها A أس 1 على N. لو عندي A على B الكل أس M، بوزع الأساس على بوزع الأس على الأساسات، يبقى A أس M B أس M، طبعا B ما تساويش صفر، يعني B لو المقام بإيه بصفر يبقى الناتج هيطلع بما لا نهاية. A أس صفر دايما بواحد مهما كانت قيمة A موجبة أو سالبة، بس شرط لا تساوي الزيرو، لأن زيرو أس زيرو كمية غير معرفة. A أس سالب M، السالب دي معناها تنزلك في المقام، يبقى أقول واحد على A أس M، يبقى تاني لما يبقى في إشارة سالبة دي معناها إن إيه؟ العنصر ده في المقام، يبقى A أس M. طب A أس M على N هتبقى إيه؟ خلي بالك واحد على ان بعباره عن جذر النوني زي ما انتم شايفين، يبقى اقول جذر النوني اللي هو جذر العنصر اللي هنا او العدد اللي هنا يتحط هو المقام. طب ده في البسط، يبقى A اس M على طول في البسط مباشره. نروح بعد كده للجذور الروتس. لو عندي الجذر النوني ل A بس الكل اس N، دي عباره عن ايه؟ A اس N على N، تمام؟
هتطلع ان مع ان طاري تديك ايه؟ الجذر النوني الـ A الكل اس ام، ممكن ادخل الـ M جوه، يعني هنا الـ M بره فوق بعد ما تحصل على الناتج ده بترفع اس ام، لا ممكن ادخل الـ M هنا تبقى ايه اس ام، بعد كده لها بعد كده هتلاقي الجذر النوني، او ممكن تساوي ايه، طبعا الام هي الاس، هنا جذر نون يبقى الان تبقى في المقام. لو انا بجيب الجذر ام الاي بعد كده بجيب لهم الجذر النوني ان بتساوي ايه، يبقى ممكن اقول هات الجذر الاي، بس الجذر اللي هتجيبه ده عباره عن ان في ام، بضرب الاثنين في بعض لو الاثنين نفس الجذور، يعني اثنين جذور، جذر ان اي اس ام، قالك ينفع الام دي اضربها في بي جوه واضرب الجذر بره اللي هو العدد هنا في بي بره، جذر A في B أس N، يبقى ممكن أوزع الجذر هنا، يبقى جذر A N جذر النوني ل B، وممكن كمان أقول جذر A على B بس الجذر النوني، طبعا هوزع مين الجذر هنا، الجذر يبقى على البسط والجذر يبقى على المقام، لازم هنا عشان ال B في المقام B لا تساوي 0. لو عندي جذر A النوني وجذر B M ممكن أعمل إيه؟ ممكن أخد جذر مشترك كده وأقول M في N لما اتنين يبقوا مختلفين يبقى N في M، بس اعمل ايه؟ الـ A اللي هنا تترفع للـ M اللي هنا والـ B تترفع للـ N اللي هنا، ليه؟ لو رحنا للـ B أس N وهنا أس N M يبقى B هتبقى أس N على N M، الـ N مع الـ N يفضل لي جذر الـ M، A M الـ M تطير مع الـ M يفضل لي الـ N، يبقى جذر N الـ A. نفس النظام هنا لو الاتنين مقسومين بضرب هنا في M واضرب بره في M، اضرب هنا في N واضرب هنا في N عشان اوحد الجذور عندي، يبقى الجذر N M وجذر هنا N M، بس A أس M و B أس N، ممكن اخد جذر واحد بره واقول A أس M B أس N، يبقى هنا لو حاصل ضرب بتضرب الاتنين عادي وتضرب هنا القيمتين N في M، يبقى ده الجذر N في M، اتوزع الـ A تاخد الـ M والـ B تاخد الـ N. طب في القسمة نفس النظام، اخد جذر N M الـ A تاخد الـ M والـ B تاخد الـ N. طيب لو عندي X على جذر N الـ A هتطلع ايه؟ هتطلع X، ممكن اتخلص من الجذر ده واحط A بس في المقام، بس شرط ان انا اضرب البسط فين؟ في جذر N الـ A أس N، الـ A في المقام دي ممكن اشيلها واحط جذر N A أس N، طبعا هنا جذر N هنا جذر N، يبقى جذر N واحدة هتبقى ايه؟ أس N ناقص واحد أس N تحت هتطرحها منها N، يطلع عندك سالب واحد هنا، سالب واحد دي تنزلك في المقام بشرط ان A لا تساوي الزيرو. طب لو عندي X على جذر A بلس وماينس جذر B، بلس وماينس دي طبعا لو كانت موجبة تاخد السالب اللي فوق، لو كانت سالبة تاخد الموجب اللي تحت. طيب دي بضرب في المرافق، بضرب الجذر، لو كانت هي زائد اضرب في المقام ناقص جذر B، اضرب بسط المقام طبعا، لو كانت هي سالبه يبقى اقول جذر A زائد جذر B، لما اضرب المقام في المرافق يطلع لي مين؟ A ناقص B، يعني مربع العنصر الاول ناقص مربع العنصر الثاني، واللي انت هتضربه هيبقى بشاره سالبه بيبقى في البسط. وكده انتهت حلقتنا النهارده، ما تنسوش لو عندكم تعليقات او استفسارات سيبوها لنا على نهايه التعليق اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.